مؤخرا تعرضتي واحد وعكه صحيه وي ومشيتي للسبيطار نعاود لينا شو وقع؟ وعكه صحيه نقول لك جات من الكوتي بسيكولوجيك حنا داوين عليه. المهم بلا ما نحدد ولا نقول شكون دغنييرمون شي حاجه عندي في العائله وقعت ما موالفينش بها دونك ما موالفينش بها فجاتني بحال واحد الصدمه في واحد لو مومون. هذيك الصدمه رجعت عليا في الجهاز الهضمي ديالي. المهم مشيت كندوز التحاليل اي توسا وهذا ودخلت في واحد المعمعه اللي بانت لي عاوتاني جديده. دونك بقيت كنقول زعما ما عمري وصلت للسبيطار وما عمري هي الحمد لله على كل حال. ولكن هنا عاوتاني بديت كنعاود نطرح التساؤلات وكنعرف القيمه ديال الصحه ونهضروا على المعامله. اسمح لي نهضروا على المعامله. اسمح لي هذا الميساج عافاك تري تري امبورطون بغيت نوصلوا للناس. شنو اللي داني للسبيطار صحتي النفسيه داك الوقت؟ شنو اللي داني نمشي نقلب على التحاليل صحتي النفسيه؟ دونك هذاك لو شوك اللي كان جاني على واحد الظرف اللي هو عائلي. هذاك لو شوك كان بامكاني يعني نرافق هذاك لو شوك ديالي اكسبتي لو شوك ديالي ونبقى كنقلب نيدونتيفيه ونقلب على الناس اللي عاشوا نفس المشكل ونحمد الله سبحانه وتعالى نقول الحمد لله. زعما راه في الاخر خديت هذاك لو شوك بديت كنمرض في الذات ديالي في الاخر جبت في راسي في واحد لو مومون. فمن بعد اوعيت بلي ان الصحه كتبقى حافظ عليها. دونك الصحه النفسيه تتلعب دور كبير حتى هي على الجسديه خصوصا مورا كورونا. عثمان في الفقره الاولى انت اللي عطيتينا بعض الاحداث اللي تفاعلتي معهم ودابا جا الوقت باش حنا نعطيوك بعض الاحداث وتعطينا الراي ديالك فيهم على بركه الله. زابينغ